الحمد لله ونسأله أن يحسن الخواتيم وأن يثبتنا على الصراط المستقيم هنا ثم هناك. فالصراط المستقيم الثبات عليه هنا هو الشأن الأعظم، والمترتب عليه أيضا ثبات هناك، وتزلزل الأقدام هنا هو سبب زلزلة الأقدام على جسور جهنم إذا اضطربت غدا هناك. فنسأل الله أن يثبت أقدامنا، وأن يثبت قلوبنا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الحمد لله، وقد وصلنا في تأمل الآيات إلى قوله جل جلاله وتعالى في علاه: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، بعد الجمع الذي لا يتخلف عنه أحد حتى من الحيوانات. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ثم إلى ربهم يحشرون. حتى الحيوانات، ما من دابة ولا طائر، الحيوانات والطيور كلها ثم إلى ربهم يحشرون. فلا يبقى ذو روح من جميع المخلوقات، الإنس والجن وحيوانات البر والبحر ومعهم الملائكة، إلا حضروا يوم الحشر وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. الله الله، هذا العليم الخبير، ولم نغادر منهم أحدا. أما قدرة الخلق، إذا قد كثروا عليكم ما تدري بعدين من نقص من زاد. وقد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. لكن اللطيف الخبير جميع الكائنات، ولا واحد يتخلف ولا ينسى واحد، ولا ينسى واحد من البعوض، ولا واحد من النمل، ولا واحد من الأسماك، ولا واحد من بني آدم، ولا واحد من الجن، ولا شيء، ولا واحد من الطيور، ماشي ينتسي مينو. كل واحد هذا. فجمعناهم جمعا، الله، فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. عند ترى أهل الدنيا يصلحون استعراض، شيء استعراض عسكري وشيء استعراض تجاري، شيء لهم منهم. والله في موقف الجزاء عرض جهنم ده، والله لا لا لا، تبكيت للكفرة. وهذا الذي كنتم به تدعون، هذا الذي كنتم به تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ إيه صلواها، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. يا لطيف. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. إذا أطلقت أريد بها النار كلها بدرقاتها وطبقاتها الست، وإذا خصصت فجهنم أخف طبقة، أعلى طبقة منها، وراءها بعد ذلك طبقة النار، طبقة الحطمة، طبقة الهاوية، طبقة اللظى، طبقة السعير، طبقات طبقات، أسفلها أشدها الهاوية، ما يدرك لها قعر. فالطبقة الأولى هذه التي هي جهنم مخصصة بعصاة الموحدين، من ماتوا في قلبه إمام التوحيد وعنده معاصي ما عفى الله عنها، مسكنهم هناك، فهم أخف أهل النار عذاب، لكن ماشي في عذاب النار خفيف. وإن أهونهم وأقلهم عذابا من ينعل بنعلين من نار يفور لهما دماغه. يا لطيف، ايش هذا المصيبة؟ ها، لو شي جمرة من حق الدنيا هذه وتضحك عليها تصيح صيحة، تقول تتألم
ما لا تقدر فيه، لو ترفع رجلك بسرعة وتصيح هذا نعلين من نار يفور لها الدماغ. اللهم أجرنا من النار. قال يرى أنه أشدهم عذاب وأنه لا هونهم، هذا هونهم، يرى أنه ما عاد شيء عذاب أشد من هذا وهو أخف شيء. وهذا يخرج منها المؤمنون واحد بعد الثاني ما بحسب الشفاعات والعفو واستكمال العذاب على الذنوب التي لم يعفى عنها، فيخرجون حتى يكون آخرهم خروجا بعد مرور 7 أيام من أيام الآخرة، وهي مقدار 7000 سنة. كم قد احترق وكم قد اشتوى وكم قد رجع مسكين، آخر أهل النار خروج رجل من جهينة، من قبيلة جهينة، وقيل إن اسمه أيضا هو جهينة، هذا في قلبه أدنى مثقال من إيمان، وبعد ما يعذب 7000 سنة يخرج. أوه. فيقف أمام النار فيمكث ما شاء الله، يقول ربي أسألك مسألة، لا أسألك غيره، ما هي؟ يقول أصرف وجهي عن النار، آذاني قشيبها وتذكر العذاب اللي فيها، بعد وجهي. قال يا ابن آدم لعلك إن أعطيتك هذا تسألني غيره، قل وعزتك وجلالك ما أسألك غيره، وخذ العهود والمواثيق مني. فيأمر الله فيحول وجهه إلى الجنة، فيبقى مدة ينظر ما شاء الله يزيد شوقه، يقول يا رب أسألك مسألة لا أسألك غيرها. ويحك ابن آدم ما عهدني تسألني، قال هذه ولا أسألك غيرها أبدا، وهذه يقول ما أغدرك ما أطمعك، ما هي؟ يقول قربني من الجنة بس كذا. يقول لعلي إن أعطيتك هذه سألتني غيرها، يقول عزتك وجلالك لا أسألك غيرها أبدا، وعلي العهود والمواثيق، يعطي عهد وميثاق ما يسأل شيء. يقرب من الجنة، لا تقرب، زاد الشوق ورائحتها الطيبة من 500 عام تشم. ها لو نزل واحد من أهل الجنة في شرق الأرض يوجد الطيب في الغرب، إيش الطيب هذا يعم البلاد كلها من الشرق إلى الغرب. يقول يا رب لا أكون أشقى خلقك، يعني عند باب الجنة. يقول ويحك ابن آدم ما عهدتني أنك لا تسألني غيره، يقول هذه يا رب فقط فلا أسألك غيرها. يقول الله تعالى اذهب فادخل الجنة فإن لك في الجنة مثل الدنيا 10 مرات. يقول تحزبي وأنت الملك، يخيل لأن ملأة والناس قد جلسوا في منازلهم وخلاص ما عادش مكان. يقول أيرضيك أن لك مثل ملك من ملوك الأرض؟ يقول نعم يا رب. يقول لك ذلك ومثله معه ومثله معه ومثله معه، أدخل فإن لك في الجنة مثل الدنيا 10 مرات. فهذا أدنى أهل الجنة منزلة، فيدخل يقف على رأسه كل يوم 300 من الولدان خدام الجنة كأنهم لؤلؤ منثور، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. الله أكبر. ويزوج 72 مثل الدنيا 10 مرات، يطوف فيما أعد الله له، فلا يأتي على جميع ما أعد له إلا بمقدار 1000 عام. هذا أقلهم. الله الله الله، فما أوسع الجنة.
اللهم اجعلنا من أهلها، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك يا ربنا رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، يا ما أحسنها من جزاء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فإيش يصلحوا في الدنيا؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فلما قرأ الصحابة الآية قالوا ربح البيع فلا نقيل ولا نستقيل، خلاص هذا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل، هذا أدنى أهل الجنة منزلة، ما فيهم دني. فإذا خرج هذا جهينة، حتى يقال عند جهينة الخبر اليقين، يعني آخر من يخرج من النار هذا جهينة. فإذا خرج تخربت الدرك الأولى، هذا الطبقة الأولى جهنم، وأوصدت الستن على أصحابها، فلم يطمع أحد في الخروج، ماذا وما هم بخارجين، من إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، أجارنا الله منها. هذه الحقائق عن نهاية الخلائق المكلفين. بقية الحيوانات التي تحشر معنا منها ما يحرق مرة واحدة في النار، خلاص يفنى يذهب، مثل الذباب هذا والمودية، هذه الحيوانات كانت تودي، ومنها ما يعود تراب، ما يعود تراب، يقول لك كوني تراب. فيرى الكافرون أن الحيوانات الكبيرة الكثيرة بعدما تم القصاص بينها البين وبينها وبين الناس، قيل كوني تراب صارت تراب، وهم أمامهم العذاب. فيقول الكافر يا ليتني كنت، كم من المتبجحين المغترين رافعين رؤوسهم الذين يعدون أنفسهم من أكبر الناس في الأرض، يرجع يقول يا ليتني كنت ترابا. تتبين أن هذاك الغرور والتصور والاستشعار كله باطل في باطل، ضلال في ضلال، لا وزن له. يغتر به من يغتر. والحمد لله الذي بين لنا الحق، وماذا سيكون في المستقبل حقيقة بلا تضليل ولا دجل ولا قلب لحقيقة، كما قال الله هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قال وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. شوفوا وشوف الحيات اللي بسطهم، وشوف العقارب مثل البغال، كانها بغلة، عقرب مثل حجم البغلة، شوف هذا حقك، هذا بتل السعك، شوف السلاسل، شوف الأغلال، شوف العصي اللي تضرب بها، شوف الجبال اللي تسحب فيها، شوف. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. وقد ذكرنا حديث مسلم أنه يؤتى بجهنم تقاد ب70,000 زمام، كل زمام يقوده 70,000 من الزبانية كبار الملائكة الغلاظ، فإذا رأتها الموقف تفلتت عليه، ثم تحيط بالخلق من الجوانب كلها. هلا وما منكم من أحد إلا سيكلم ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. عرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. وليش هذا العرض والدقة؟
قال نتيجة ما كانوا يتصاممون ويتعامون في الدنيا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. يقول هذا الذي تعاميت عنه، شوفوا واضح قدامكم تماما، كان يكره حد يقول لهم آخرة جنة نار، خلك من هذا الكلام، ما يحبوا يسمعون ولا يحبوا يفكروا فيه. خذوا الآن عرض كامل بعد ما قد عرض عليهم طيل حياة البرزخ، كان تعرض عليهم منازلهم من النار غدوة وعشي. قال سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم يعرضون على النار في الغدو والعشي كل صباح ومساء، مثل المؤمنين في البرازخ تعرض لهم منازلهم في الجنة كل صباح كل مساء، والكفار تعرض لهم منازلهم في النار كل صباح كل مساء. وبعدين العرض القوي في القيامة، وبعدين دخول خلاص. دخول هذا حق اليقين. قال سبحانه وتعالى وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، وتصليته إن هذا لهو حق اليقين، ما عاد عين يقين ولا علم حق، دخول داخل هذه النار تحرقك مباشرة. أجرنا الله منها. قال الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، كانت العيون مغطاة عليها غطاء ما ترى ذكر الله، كيف هذا؟ في غطاء عن ذكري آياته المنزلة وآياته في القوم والمعجزات التي جرت على يد الرسول، في غطاء عن ذكري لا يتأملون القرآن ولا يتدبرون آيات الكون البديعة الدالة على الصانع العظيم جل جلاله. ومن ضرورة كل عاقل يتأمل الكون وما فيه أن يقول لهذا الكون إله، لهذا الكون موجد وخالق حكيم عظيم، من هو؟ اللغز محلول بيد المرسلين الذين جاءوا إليك، ولكن تظل تكابر وتعاند وذا يقول طبيعة وما هو داري إيش معنى الطبيعة وكيف الطبيعة ومنين هي جاءت الطبيعة وذا يقول بس في قوة غير معروفة. تعال نعرفك بها. ليش غير معروفة؟ غير معروفة والرسل جاءوك يعرفونك بها بالآيات والدلائل والعلائم، ليه تتصامم؟ اسمع، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري فلا يحسنون تأمل آيات الكون ولا يستمعون آيات القرآن ولا يتأملون معجزات محمد، وهي معجزات كثيرة ولها معنى في البقاء في الأمة، بقاء ذكره معجزة، انتشار ذكره كلما مرت القرون معجزة. يتأمل بعض الناس بمجرد عقله يقول درست المبادئ والأفكار اللي كانت قبل 100 سنة 200 سنة 300 سنة 400 سنة، تضمحل ويضمحل أصحابها، وكلما مرت السنين اللي كانوا يتبعون وكانوا يعظمون يقل تعظيمهم، وبعدين بعضهم خلاص يرجعون أتباعهم يحرقون صورهم كما عملوا. بعض أصحاب الاشتراكية وأتباع لينين وماركس وهذول الشيوعيين حرقوا صورهم في بلدانهم، حيث كانوا يصفقون لهم وحيث كانوا يعظمونهم ويقولوا أن منهجهم هذا اللي يحول الناس في جنة والناس يعيشون تمام وقنبوا، وبعدين فشلوا وخسروا وتعبوا وحرقوا صورهم. قال لكن رأيت محمد كلما مر الزمان يزداد أتباعه ومحبوه يعظوا تعظيمه يزيد، ايش من ادم ذا وماشي ينكشف ابدا اي خطا فيما قال فيما فعل فيما رتب فيما قال كل شيء على مدى القرون، ويزداد محبه ويزداد اتباع ويزداد تعظيم واسمه في كل بلاد. طيب جاءت افكار في زمنه بعد زمنه في القرن الثاني الثالث الرابع الخامس روحت، واتباعها صاروا يتبرون منها، كان هذا ماله؟ ليش هو هذا كذا؟ معجزة هذا
هذا معجز، معجز القول والفعال، كريم الخلق والخلق، مقسط معطاء، كله رحمة، رحمة كله، وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء، ما سوى خلقه النسيم، ولا غير محياه الروضة الغناء. ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا، خير من فوق السماء سرى، طاهر الأخلاق والشيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا يزال ذكره ينتشر، والآن عامة بقاع الأرض يذكر فيها محمد رسول الله. شهدوا لا إله إلا الله وشهدوا أن محمدا رسول الله، اللهم صل عليه وعلى آله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، احشرنا في زمرة أهل القرآن مع نبي القرآن، خلدنا في الجنان في أعلى الجنان، انضمنا في سلك الصالحين أهل الطهر عن الأدران. سر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين.